أكثر بنات جيلها انتشاراً وحظاً وإثارة للجدل أيضاً، ذكية جميلة وموهوبة وخفت دمها حجزت لها بقلوب الجمهور مكان، خاصة بـ 2024 اللي نقدر نقول إنه عامها الذهبي. بروفايل اليوم عن الفنانة الشابة أسماء جلال، حياكم الله. أسماء من مواليد مايو 1995، حصلت على بكالوريوس بالإعلام، كانت تحلم بالنجومية والتمثيل قبل دخولها الجامعة، إلا أنه والدتها رفضت تماماً وطلبت منها عدم التفكير بالموضوع، ووالدها كان يحاول مساعدتها بتحقيق حلمها المستحيل بهذاك الوقت لأنها كانت منبهرة بعارضات الإعلانات والفنانات وتحلم بتقليدهم، فاشتغلت كموديل ماركات ملابس المحجبات والمكياج، وأخيراً تحقق حلمها بالظهور بالتلفزيون ومشاركتها ببرنامج فن الحياة مع الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني بالحجاب. وبعد دخولها كلية الإعلام كانت تحضر ورش للتمثيل وتشارك بالمسرح، فكبر الحلم عندها وحاولت تواصل مع شركات التمثيل والكاستينج علشان تحصل على فرصتها بالمشاركة بالأعمال الفنية، لحد ما جتها الفرصة على يد المخرج بيتر ميمي اللي رشحها لدور حياة بمسلسل الأب الروحي اللي نجاح كبير بوقت عرضه ب 2017، وكان سبب الظهور عدد كبير من النجوم الشباب. وبالموسم الرمضاني بنفس العام شاركت كمان بمسلسلات هربانة منها ولا تطفئ الشمس وظل الرئيس وكلبش، وتوالت مشاركاتها الفنية، وكل هذا وما خبرت والدتها بأنها خاضت تجربة التمثيل، لحد ما شافتها بالصدفة بمسلسل كأنه مبارح وقالت لها أنها شافت بنت على التلفزيون تشبه لها بشكل كبير، فاعترفت أسماء بأنه هذه هي نفسها ومو بالثانية زي ما تحس بوالدتها. وتابعت أسماء مشوارها الفني لتحقيق حلم النجومية بالمشاركة بأدوار متنوعة ومختلفة، وكان دورها بمسلسل حكايات بنات مفصلي بمستقبلها الفني، وصار وجهها مألوف أكثر عند الجمهور. وبدأ تألق أسماء جلال يزيد بأدوارها بمملكة إبليس، وبعدها مع أمينة خليل ومحمد ممدوح بمسلسل خلي بالك من زيزي، وبعدها كمان بمسلسل الهرشة السابعة، وبعدها فيلم وش بوش. وبسنة 2024 شاركت أسماء جلال أحد أنجح مسلسلات رمضان، وهو مسلسل أشغال شقة مع الفنان هشام ماجد واللي أظهر مواهبها الفنية بتقديم الكوميديا، وتصدرت ترند الأكثر من مرة بالموسم الرمضاني. وعلى الرغم من أنه أسماء كانت مقلة بظهورها السينمائي خلال سنوات عملها الأولى وانحسرت مشاركاتها على عدد صغير من الأفلام مثل وش بوش و122 وعروستي وآل شنب، إلا أنها هالسنة توسعت بشكل أكبر وشاركت بموسم عيد الأضحى بالفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات ولاد رزق 3 القاضية، وتظهر بدور حبيبة عمرو يوسف واللي يتزوجها بنهاية الفيلم، وتصدرت صورتها من حفل الزفاف لترند لعدة أيام، وكمان بفيلم اللعب مع العيال مع محمد إمام وباسم سمرة، وتأدي دور فتاة بدوية اسمها كمامة، وتصور حالياً عدد من الأعمال المنتظرة أهمها عودة شمس الزناتي، الفيلم المنتظر بشدة واللي يعيد فيه محمد إمام فيلم والد الزعيم عادل إمام شمس الزناتي، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد الدباح. والحين قولوا لنا وين تلاقوا أسماء جلال أكثر، بالأعمال الرومانسية أو الكوميدية؟